جاهز النوري؟ انا جاهز. جاهز يلا حبيبي. كم يا اخوي سامي تتوقع نتيجة مباراة اسمع المباراة الجزائية فيه من الصعوبة وفيه من التحذرات. ايه نعم نعم. ايه التحليل ضحك. حط ايش يسمونه التصوير فور دي اوكي فور كاردي عشان يعطيني تحليل 4K. ان شاء الله ابشر اضبطك احسن تظبيط وتحليل. ايوه وانت صور بس وانا بسال سامي يلا ابتدي يا النوري. مغرب مع فرنسا ان شاء الله. انا اقول ايه مستغرب هو من الحين راح راسا فرنسا والمغرب ما هي بسهلة. ايه ما بسهلة. صح بس بإذن الله. ايه فوز للمغرب. ابيك تضبط الكلام لان المقطع ده برسله حق قناه عشان يحطونه في التلفزيون في برنامج رياضي. يضبط نفسك عدل. يلا 1 2 3 لسه معنا الاستاذ سامي. كم تتوقع نتيجة مباراة المغرب مع فرنسا؟ يضحككم. ما في شيء براحة. تكلمت عشان تضحك علي انت وياه. ما عليه. كم تتوقع نتيجة مباراة فرنسا مع المغرب؟ شوف فرنسا والمغرب مباراة شوية فيها حظ. شوف ضحكتكم. فيها نوع. اسكت ايه. كم تتوقع النتيجة؟ اتوقع ان شاء الله باذن الله النتيجة المغرب 2-0 باذن الله. طيب خلاص يعطيك العافية استاذ سامي مشكور. شوف المقابلة حقتك عجبتك ولا لا. بس والله عجبني تحليلك للمباراة. يا رب ان شاء الله. يقول له مرتضى تأثيره قوي في الإعلانات وشغل يعني ما ندري شغل عشان يقنع الزبون يسوي معانا. تدري ايش قاعد ابو يوسف يقول حق الرجال؟ يقول له ها؟ علمك يقول له قديمة. قل له قديمة حق الكوميشن. اي والله يا قلبي شرط ما يطلع من الا متفقين على اعلان. اي والله لا ذوك يقول له طيب لو ما نجح الاعلان يقول نسوي لك تذكير. طيب هيا حلبو شو قصة الذيب؟ شنو قصة الذيب؟ قولها يلا ما دام ذيب فيه جالس كذا على بيت الشعر. ها والله بس شف يا محمد علي بس اذا قلت صدقني عاد. اي لان قايل حق متابعيني يلا انا مصدقك. انت على طول انا مصدقك. اي سلامك. الله انا اول كنت في الخيمه. اي حلو السالفه كذا مع بيت الشعر يعني مثل الخيمه. ايوه والشباب راحوا يصيدون وخلاني في الخيمه. اي شوي جاني ذيب. جاك ذيب؟ اي ذيب. زين ايوه ذيب. ايوه وانا صرخ يا جماعه الخير. ايه ذيب. ايه ما حد وراي. ايه قلت في نفسي ليش ما هجم علي؟ والله انا اقرب وهي تقرب. ايه اتقرب وهي تقرب. ذيب. ايه شجاع انت يا ابو ابراهيم. شجاع وذيب ضخم بعد ضخم. ايه زين المهم وانا جاي سلامك الله خلاص انا معزز وهو يهجم وانت بتهجم وهو يهجم. اي
ايوه احنا هو جايني ايوه يعني يا ذابح مذبوح خلص. أوه. اما انا مصدق يا جماعه الخير انا ما ادري عنكم ايوه المهم أي. إيه؟ وانا بتقرب اللي جاني واحد من هالجماعه ذي ايه قال لي ابو ابراهيم انت مجنون ذيب جوان ابو ابراهيم الله هو ذيب وانا ابو ابراهيم وان كان هو ذيب مره انا الف ذيب الله المهم ما احنا نتحكي ذا الا يجيك الذيب ويهجم على الرجال الله وهجم عليه انعش ثاني وين ما تخاف وما تخاف المهم جاء زين قال لنا مسكين يعرج ايه قال والله عظني الذيب عظه اي عظه قلت خلصت من قال لحت عليه حصى ومشى وانا جيت ونحطها في سنابي يا رجال ابو ابراهيم بيني وبينك لو تشوفها الحين بس مره مننا حاش تبي اصدق ذيب ابو ابراهيم ودو يا بعد عمري يعني مو بعاجبك القصه وسع صدرك يا حبيبي كله شيك شيك باش فيك شيك شيك ما دام انه مو بعاجبتك ايش تقول لي قصها؟ صدق؟ ايه معناها بس جذيب يا سبحان الله عادي يا محمد انا عارفك انا اقول خذوا فلك عادات لا ماخذين من زمان وفلتين من زمان اقول لك اللودو يبا اللودو اللودو زين ايه مالي اللودو اللودو زين اي صدق صدق اللودو وسع صدرك اللودو اللي ما تخاف قال ذيب ها؟ اي والله وهجمت عليه؟ عاد اسكت عاد يا من الزجران الحين الله يهديك شبه لا زجران